اهلا بيكم، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الحريفه. بدايه اخر اسبوع من سنه 2022 اللي بتودعنا بكل اللي مرينا بيه معاها، سواء كان مواقف صعبه او ذكريات حلوه مكمله معانا. علشان كده عايزين نشجع بعضنا ان احنا نبدا السنه الجديده بحماس وشغف، مش مجرد حماس البدايات اللي بيخلينا نبدا دلوقتي نلاقي ابتسامات في الشارع ونصبح على بعض ونعيد على بعض، وبعدها باسبوعين تلاقوا الدنيا نامت خالص، تلاقوا كل ده انتهى ونرجع تاني للحياه الروتينيه. لا، عايزين نكمل بالمشاعر الحماسيه وندخل السنه الجديده كده بتفاؤل وامل علشان ربنا يكرمنا كده ان شاء الله يا هنوده. باذن الله كل المشاعر الحلوه دي هتكون معانا في السنه الجديده اللي نبتديها مع بعض ومع جمهور النادي الاهلي. عايزينكم تتابعونا الاسبوع ده واستنونا في حلقات جامده جدا عشان نحتفل معاكم براس السنه ونشوف ايه اللي حصل في السنه اللي فاتت وايه اللي مستنيينه في 2023. بس تعالوا دلوقتي نبدا فقراتنا الاولى ونشوف معانا ايه النهارده، اخبار ايه في السريع. أول خبر معانا النهارده عن مواجهة النادي الأهلي لنادي سموحة النهارده الساعة 7 على استاد الأهلي والسلام، وده ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز، واللي كان الأهلي فاز في المباراة اللي فاتت على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء اللي جمع ما بينهم على ملعب الجيش ببرج العرب باسكندرية. بالتوفيق يا رب للنادي الأهلي النهارده وكل جماهيره، وإن شاء الله المكسب يكون حلفنا. إن شاء الله بإذن الله نفوز بالمباراة علشان نفضل متصدرين جدول الدوري. نروح بقى لتاني خبر معانا عن تطورات إصابة نجم النادي الأهلي أكرم توفيق. وللأسف الشديد إشعة الرنين المغناطيسي اللي عملها أكرم امبارح أكدت على إصابته بقطع في الرباط الصليبي برجله اليسرى، مش اللي كان عامل فيها العملية اللي فاتت. وبالتنسيق ما بين الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وبتوجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في إجراءات بتتخذ حاليا لسفر اللاعب للنمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب اللي كان عمل العملية الأولى لأكرم. وحسب الاتصالات مع الطبيب في العملية هتتعمل قبل نهاية الشهر الجاري. بنتمنى لك الشفاء يا أكرم إن شاء الله وتقوم بالسلامة وترجع لنا بالسلامة من تاني إن شاء الله. يعني الحقيقة خبر كان صادم جدا لكل جمهور النادي الأهلي، لأن احنا ما صدقنا أن أكرم توفيق رجع تاني ياخد فورمته جوه الملعب بعد الإصابة الأخيرة، ويمكن ما كانتش سهلة لكن القدر ليه أحكامه. يمكن أكرم توفيق معروف أنه من أكتر اللعيبة المؤمنين بالقدر واللي بيستلم كده المصايب بنفس رحبة. ألف سلامة عليه وبنتمنى له كل الشفاء يا رب علشان يرجع يتألق تاني مع الفريق. نروح بقى لتالت أخبارنا، فوز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي وتتويجهم بكأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتينج، وده كان بنتيجة 83-75 في المباراة اللي جمعت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، واللي قدم خلالها فريق سيدات السلة الأهلي عرض قوي ونجح في فرض سيطرته على المباراة. والتتويج بكأس السوبر بيجي بعد تتويجهم في الفترة اللي فاتت بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق هليوبلس. يا رب عقبال كده كل البطولات والفوز دايما لنادي الاهلي باذن الله. اخر خبر معانا واللي هنروح بيه للاحداث الدوليه هو خبر استمرار ميسي مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان حسب تقارير اعلاميه، وانه هيمدد عقده مع النادي لمده موسم كمان مع وجود خيار للتمديد لسنه كمان. وذكر التقرير ان جورد والد ميسي بيتفاوض مع لويس كامبوس مدير باريس سان جيرمان من شهور، والاتفاق خلص بعد اجتماع مع مالك النادي ناصر الخليفي في الدوحة، وده بيأكد لنا ان ميسي مش هيرجع لبرشلونة تاني وانه مكمل في باريس ومشواره الكروي. بكده تكون خلصت اخبارنا النهاردة، تعالوا نروح بقى دلوقتي لتعليق في صورة. للأسف الصورة اللي معانا النهاردة مش زي كل حلقة، صورة غير سعيدة، صورة للحدث الصعب اللي حصل امبارح وهو انهيار مدرج حديدي في صالة حسن مصطفى على الجماهير وهم بيحضروا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس السوبر لكرة السلة. حادثة صعبة ومؤلمة، لكن الحمد لله أنه ما حصلش أي حالات وفاة، وطبعا كلنا بنتمنى الشفاء العاجل للمصابين من جماهير الاتحاد، لأن المدرج اللي وقع كان ناحية جمهور الاتحاد، يعني قدر الله وما شاء فعل. فعلا حادث صعب جدا، بس الحمد لله هند، الحمد لله وزارة الصحة امبارح طمنت الناس على صحة المصابين وقالت ان الاصابات كانت ما بين
كسور ونزيف، بس الحمد لله ما حصلش اي حالات وفيات. ربنا يشفي كل المصابين ونتمنى لهم الشفاء العاجل، واحنا متاكدين ان اسره النادي الاهلي هتفضل معاهم طبعا خطوه بخطوه، زي ما شفنا امبارح العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره تابعوا مع المصابين بسرعه جدا في مستشفى 6 اكتوبر عشان يتلقوا الرعايه الطبيه اللازمه. ربنا يشفي كل المصابين ونطمن اهلهم عليهم. للاسف خلصت فقرتنا دلوقتي، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتتكلم على ايه، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المناوره. منورتنا النهارده مختلفه شويه، هنتكلم فيها معاكم عن استعداداتنا لدخول سنه جديده علينا، سنه عايزين نبتديها بطاقه حلوه، طاقه ايجابيه وحب وسعاده، نجدد فيها شغفنا واحلامنا بدل الخطط اللي كنا حاطينها السنه اللي فاتت لمستقبلنا وباظت او حتى نجحت. تعالوا نحط خطط تانية خالص، ما ندخلش سنه 2023 بمجرد انها سنه تانية جايه، سنه بتجر سنه ورا سنه والعمر بيجري وبيعدي قدام عينينا واحنا لسه واقفين في مكاننا بنتفرج ومش عارفين نحقق حاجه، وعمالين بس نبص في ورقه غيرنا على الناس التانية اللي بتشتغل وتجتهد وتحلم وتنجح، ونقول يا لو كنت مكانهم، يا لو جات لي الفرصه. ايوه الفرصه عمرها ما هتجيلك وانت واقف مستني وعمال تتفرج بس. عايزين نحاول في السنه الجديده اللي داخلين عليها دي نجدد من نفسنا من كل حاجه حوالينا، ندخلها بطاقه ايجابيه، طاقه جديده، ندخلها بامل عشان ننجح، مش في شغلنا بس ولا كمان على المستوى الشخصي، على الاقل يكون عندنا استقرار كمان نفسي. عايزين نشتغل على نفسنا صح السنه الجديده دي. صح، يمكن كل واحد فينا مر اكيد في السنه اللي فاتت بظروف وحشه وظروف تانية حلوه، اوقات صعبه ومؤلمه واوقات تانية حلوه، اوقات صعبه حسينا وقتها ان الدنيا اتقفلت في وشنا بس علشان ربنا موجود فالبيبان بتتفتح تاني في وشنا وربنا بيعوض. عوض ربنا هو الحقيقه الاكيده، في اي ظروف بتمر بيها لازم تبقى متاكد ان ربنا هيعوضك. اكيد برضو كل واحد فينا في حاجات حققها وحاجات لسه عايز احققها، فاحنا محتاجين قاعده كده مع نفسنا بالورقه والقلم نقيم فيها السنه اللي فاتت دي خلصت وحصل فيها ايه، عملنا ايه ما عملناش ايه، وصلنا لايه، عايزين ايه احتياجاتنا، نشوف اخطائنا. وده مهم قوي ان عينك تبقى بتعرف تشوف غلطك اهم من ان هي تشوف غلط غيرك. محتاجين ان احنا نتعلم من اغلاطنا قبل ما نبص زي ما اميره قالت في ورقه غيرنا. من الاخر كده محتاجين نقعد نكتشف نفسنا من اول وجديد، خلونا ندخل السنه الجديده ناس جديده، صفحه بيضاء، نكتشف بنحب ايه وبنكره ايه، الصفات اللي احنا محتاجين نغيرها للاحسن علشان نطور من نفسنا ومكاننا ايا كان في شغلنا في حياتنا الشخصيه، نقدر نخلي السنة الجديدة كلها نجاحات وسعادة لنفسنا وكمان للناس اللي حوالينا. ده مهم قوي قوي يا أميرة. بالظبط هندي، انت قلتي نقطة مهمة ان احنا نشوف عيوبنا، مش عيب اننا نتصالح مع نفسنا ونعرف اخطائنا ونغير من نفسنا، العيب اننا نكابر ودي مشكلة ونكمل بنفس الاسلوب اللي فشلنا بيه اننا نحقق اي حاجة. مش بس كده، كمان اقدر ان انا اشتغل كمان على الناس اللي حواليا، يعني اقعد بس فلتر كمان صحابك، اعرف الناس اللي بتحبك وقريبه منك والناس اللي ضحكوا عليك وانت عارف انهم بيضحكوا عليك ومكمل معاهم. شوف مين الناس اللي هتدخل بيهم السنه الجديده، ما تدخلش السنه الجديده باي حد، شيل من حياتك اي حد كماله عدد، خلي معاك الناس اللي بيحبوك وبتحبهم بس، واستغنى عن الباقي. احنا مش عايزين الناس حوالينا بس منظره عدد، لكن في وقت الجد ما بتلاقيش حد. مظبوط، وكمان مهم قوي 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 التخطيط، ان انت تخطط لاحلامك، تشوف انت حابب تعمل ايه جديد في حياتك. عايزه اقول حاجه مهمه جدا جدا، الفرص بتيجي بس المهم ان وقت ما الفرصه تجيلك تبقى جاهز ليها، وتحضيرك وان انت تبقى جاهز للفرصه ده ما بيجيش بين يوم وليله، ده بيجي بانه كل حاجه بتحصل في حياتك لازم تبذل فيها مجهود وتخطط لها. الكورس اللي انت بتاجله روح خده، اشتغل، شوف ايه اللي بيخليك تطور من نفسك واعمله. زعلان ان حد بعيد عنك مستني ان هو اللي يكلمك عشان ما تستناش، طلع تليفونك واتصل بيه وقول له كل سنه وانت طيب وحشتني. ان شاء الله تبقى سنه سعيده، ان شاء الله تبقى سنه تمر نفسيا وصحيا وماديا بسلام، تحققوا كل امنياتكم اللي نفسكم فيها. وعلشان نعرف ونعرفكم ازاي نقدر نستعد صح
وصحيا ونفسيا كمان للسنة الجديدة. احنا معانا النهاردة دكتور أسماء علاء الدين، أخصائية الصحة النفسية. بس قبل ما الدكتور تبقى معانا، أنا عايزة أعرف منك أنت إيه خططك الكاميرا للسنة الجديدة؟ إيه الحاجات اللي بتتمنى؟ قبل ما أقول خططي هندي، أنت قلتي حاجة مهمة قوي. احنا دلوقتي بقى منتشر قوي على السوشيال ميديا فكرة إيه؟ اللي يسأل أسأل عليه، واللي ما يسألش ما عبروش. بقى في كده تحسي في ندية وعنف. يا جماعة هي الحياة أصلا أبسط من كده. يعني أنا فعلا لو حد وحشني وأقدر أعمل حاجة، ليه ما أعملهاش؟ يعني أبتدي أنا الخطوة من عندي، هو هيرجع يعملها. بالنسبة لنا استعدادتي للسنة الجديدة، أنا قبل ما بستعد بحب أقف مع نفسي وقفة كده علشان مش بس أشوف إيه اللي ما عملتوش، لا عشان أكافئ نفسي على اللي عملته. صح، ده مهم. ببقى عايزة أقف أبص كده أقول والله يا أميرة برافو، أنت عملتي 1 2 3 4، أنت أنجزتي. لأن ده هيديني أصلا امل ودفعه ان انا بقدر احقق وبقدر انجز، فابتدي احط بقى خطط الجديده. صح. دايما بحب احط حاجات صغيره علشان اقدر اعملها، عشان يعني توصلي للكبيره. بالزبط. احط هدف صغير، هدفين صغيرين. بحب طبعا احط خطط للعيله، العيله والعيال. انت عشان ام برضو، عشان ام، خططك بتبقى مختلفه. يعني خططي ما بتبقاش ليا بس، بتبقى ليا وللولاد وللبيت فلا خططي دي كبيره، دي بنقعد نحضر لها قبلها بشهر. صح صح، يعني هي حاجة مهمة التخطيط. انت يا استاذة هند بتعملي ايه؟ بصي انا يعني عارفة اللي يقول لك انا مش عايز غير الستر والصحة. يعني انا طبعا اهم حاجة أنا عايز عندي أقولك. يعني بيبو لسه قايل، بيبو مخرج البرنامج، انها تاكل. طبعا يا بيبو دي حقيقة، ان انا عايزة اسافر بلاد اكتر، اكل فيها اكل مختلف شوية عن اكلنا. بس انا امنياتي دايما هو انه العادي يفضل موجود، يعني انه يا رب ما يحصليش حاجة اكستريم، ما فقدش عزيز، صحتي تفضل رجلي شايلاني زي ما بيقولوا. يمكن ده اللي انا بتمناه، ان انا افضل اقدر ادي في شغلي طبعاً. اقدر ان انا اعمل اللي مطلوب مني. يعني ما عنديش الامنيات الكبيرة قوي اللي هي بتاعت انه ما عنديش اللي هو يا رب ما اتغير حالي، يعني خليني انا حالي ده مبسوطة بيه، مش عايزة حاجة اوحش. انا عايزه ده يفضل راضية. والحلو ان شاء الله. يعني عايزه يعني لو في امنيه نفسي ان هي تكمل معايا، انه رضايا عن كل حاجه، بدايه من شكلي لشغلي لعيلتي لظروفي، انه الرضا ده يفضل مكمل. لانه خدي بالك راضيه عن حياتك بنسبه الرضا ده نعمه، يعني ربنا راضيه عن حياتي بنسبه راضيه عن حياتي بنسبه كام في الميه؟ 2000. برافو عليك استاذه هند، برافو استاذه هند. لا لا، الرضا ده يا جماعه، انت ممكن يبقى عندك كل حاجه، لو ما عندكش الرضا انت ما عندكش ولا حاجه. لازم تبقى راضي وتبص في ورقتك، ما تبصش في ورقه غيرك، لان ربنا خد من هنا وحط هنا. يعني الدنيا متساويه. ربنا عايز فقرات البرنامج ونقعد نلغي خلاص. لا يعني بالنسبه لما تبصش لورقه غيرك دي، وان ربنا خد من ده حاجه واداله حاجه. يا جماعه دي قصص، يا جماعه قصص الناس. انا بستغرب البني ادمين ان هم بيركزوا مع واحد مش عارف عمل ايه او عنده ايه. انت تعرف هو مشاكله ايه في الحياه؟ انت تعرف المعارك اللي خاضها في حياته ايه؟ وقف الوقفه دي مر بايه؟ محدش عارف. يعني ندع الخلق للخلق وسنة سعيدة إن شاء الله. أرجوك. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا قبل الفاصل، معانا دكتور أسماء علاء الدين، أخصائية الصحة النفسية، واللي هتكلمنا وتقدم لنا النهاردة بقى كده شوية نصايح عن إزاي نقدر نستعد صح ونهيئ نفسنا للسنة الجديدة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ مبسوطة قوي إن أنا مع مذيعتين زي القمر كده. إحنا مبسوطين بالكريسماس أوتفيت بتاعتك النهاردة. عاملة ماتشنج معايا والله، جاي بايرك كده يعني. أنتوا الاثنين الأوتفيت بتاعتكم النهاردة. وعلى فكرة وأنتِ ما كريسماس برضه واخد الألوان. ما أنا عاملة أهو في ستريس. هدي شوية. دكتور، عايزين نبتدي من الاول نقول للناس ازاي يبتدوا يخشوا السنه الجديده، ازاي يحضروا نفسهم للسنه الجديده. دايما بتكلم ان احنا لو تعاملنا مع السنه الجديده ان هي بالظبط زي الكتاب الجديد او الورقه الصفحه الجديده، لما نقلب بقى كل الدفاتر القديمه ونبدا بصفحه جديده، بس واحنا واخدين بالنا من الحاجات السلبيه اللي حصلت في السنه اللي فاتت والخبرات اللي حصلت في السنه اللي فاتت، هنعرف قوي 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 نعمل نموف اون من اي حاجه وحشه ونبدا حاجه جديده صح. ودي بيبقى ليها استعدادات نفسيه قويه جدا. اول حاجه ان انا يكون من جوايا اصلا عندي استعداد نفسي ان انا اتغير. ان انا اتغير ده مش معناه ان انا اتغير وخلاص كده بعشوائيه، لا، ان انا اتغير يعني اتطور. في فرق كبير بين التغير العادي ان الانسان حاله اتغير من حال لحال، وبين هو طور من نفسه، طور من شخصيته، طور من الصلابه النفسيه او المناعه النفسيه. وخلي بالك دي مهمه جدا، عشان ندخل سنه جديده بافكار وبلان جديده لازم يبقى عندنا جوانا مناعه او صلابه نفسيه كويسه. وانت عارفه ان اغلب الناس
مشكله نفسيه بسبب ان هم حالات الاكتئاب، مش عارف ايه، الدولار غالي، ايه غالي، عارفه الضغوطات اللي احنا احيانا يعني بنقتحم فيها من غير ما تكون مسببه لينا حاجه. يعني انت الناس دلوقتي بقت بتدخل في الضغوطات دي من غير ما تسبب لينا حاجه، المذيع الفلاني قال مش عارف ايه، المذيعه قالت كذا، ما ده ضرك في ايه؟ يعني ما تعيش حياتك بمناعه وبصلابه نفسيه قويه شويه. بالظبط زي ما قلت يا دكتور، هو في ناس اصلا بيبقى عندها مشكله ان هي اصلا بتحب تركز مع الحاجات السلبيه قوي، حتى لو الحاجات السلبيه دي هي مش ولا هتفيد ولا هتضر حقيقي. يعني معلش انا واحده هيفرق معايا ايه قوي؟ انا شخصيا يعني ما عنديش تجارات عالميه في سعر الدولار ان هو النهارده بقى كذا وبكره بقى كذا، او في حاجات معينه، في حاجات فعلا اخبار سلبيه الناس بتحب تدور عليها حقيقي وتنشرها حقيقي. يعني بتيجي تقول لها دلوقتي احنا في سنه جديده، بتقول لك يا عم سنه جديده ايه، صلي على النبي، جديده زي القديمه، كله زي بعض، وتلاقي يا عم ضيا مره واحده طلع فيلم. ازاي اقدر اخلي الناس تحاول تفصل شويه؟ احنا عايشين حقيقي ومحتاجين نعيش بنفسيه كويسه، ازاي اخلي الناس تبعد عن الطاقه السلبيه دي، تجدد شغفها وحبها للحياه، للسنه الجديده اللي هي جايه، ما تبقاش كل الايام شبه بعض. اول حاجه لازم نتخلص تماما من القلق المستقبلي. الناس عندهم فوبيا وقلق مستقبلي، واحيانا بيكون وهمي. يعني ناس بتحب ترسم سيناريوهات وهميه، اللي هو واحنا ستات شويه، طالما القعده بتاعتنا دي للستات، احنا ستات شويه احيانا بنقعد نرسم مستقبل وهمي، حاجات مش هتحصل، وتوقعات وسيناريوهات في دماغنا احتماليه ان هي تحصل بسيطه. فشهوه القلق اللي جوانا دي لازم نهديها شويه. وانا دايما اقول ان القلق ده شهوه واحتياج عندنا، اوكي احنا لازم نبقى حاسين بالقلق تجاه حاجات، بس الحاجات دي لازم تكون طبيعيه، او لازم تكون في الاكستريم او منطقي، يعني منطقي على قد واقعي. إيدي على قد قدرتي اقلق في اللي انا اقدر اغيره حقيقي. لكن القلق المستقبلي اللي دايما احنا حاسين بيه ده، مفروض ان احنا نقلله شويه، ونقلل التوتر، ونقلل الصراعات بتاعتنا. يعني ايه نقلل الصراعات؟ زي ما انت بتتكلمي بالظبط كده، في اننا احيانا بندخل او بنقحم نفسنا في حاجات ملهاش اي لازمه. انت مالك بفلان عمل او جاب او راح؟ وخلي بالك برضو السوشيال ميديا ليها تاثير كبير قوي 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 على الحياه بتاعتنا، وعلى الطاقه السلبيه اللي زادت، وعلى الاكتئاب اللي زاد. في دراسات كتير دلوقتي اثبتت ان الاكتئاب بتاع السوشيال ميديا يعني من اكتر الاكتئابات اللي احنا بقينا بنشوفها دلوقتي. باخر ستاديز اتعملت فعلا انه انستجرام هو المسبب رقم واحد للاكتئاب عند الناس، لانه طبعا الناس بتشير عليه طبعًا. الحاجات البيرفكت، وانا شكلي حلو، ده غير فيس طب على يعني فكره طب ما مهم جدا. طب ما فيسبوك برضو بتشيري عليه كل الحاجات السوداء النيجاتيف، يعني فيسبوك ده حقيقي. بس الناس بقى بتقارن حياتها طول الوقت، وزي ما بقول لكم الناس اللي عندها شاشه نفسيه هم ما بيبصوش لجوه، هم بيبصوا لبره، البلوجر الفلانيه عملت مش عارف ايه، طب الناس دي عايشه ازاي؟ هم دايما بيقارنوا نفسهم، الناس دي عايشه ازاي؟ طب احنا في ظل الغلا مش عارف ايه، فطول الوقت النيجاتيف انرجي هم بيشدوها لنفسهم من غير ما يخلوا بالهم. لكن الانسان لو عامل صلابه نفسيه حواليه، واقصد بالصلابه النفسيه ده ان هو ما يتاثرش بالحاجات الخارجيه، ابقى عامل بلان في حياتي وعارف انا مخطط لايه وداخل في ايه، مش لازم خالص ان في حدث خارجي ياثر عليا. مهم جدا ده، لان احنا طول الوقت هنقابل ناس هيحاولوا ياثروا علينا، سواء بالسلب او بالايجاب، او احتماليه ان هم ما بيحاولوش ياثروا علينا، احنا اللي واخدين بالنا من حاجات وتفاصيل مش مهمه جدا في حياتنا. صح. عارفه يا دكتور كمان اللي حضرتك بتقوليه في موضوع القلق ده بيوديني لحته انه ما تقعدش، حتى يعني الدين امرنا بكده، ما تقعدش تتخيل البلاء. يعني بعد شر ما اقعدش اتخيل لو مامتي جرى لها حاجه، لو بابايا حصل له حاجه، لانه انت ساعتها هيبقى عندك ربنا رزقك بصلابه معينه وصبر معين تقدر تتحمل بيه. ما تقعدش تقول الدنيا غليت وهيحصل وهفلس، لما تفلس ربنا هيرزقك. عيش انت لسه ما فلستش، دي الجمله العلاجيه من الاخر، لما تبقى تفلس بقى تعالى شوف هتعمل ايه ساعتها. ما تقعدش ما تنامش بالليل وتشوف الاسعار وهعمل وهسوي، اصبر شوف ايه اللي هيحصل. ده مهم قوي. عايزه اسالك على حاجه كمان، انت لسه كنت بتقوليها، بتقولي اخلي نفسي ما تاثرش. هل في ناس هي مولوده كده، مولوده بتتاثر؟ يعني بشوف ناس عارفه بتتاثر حتى بطريقه الكلام والبادي لانجوج بتاعت اللي قاعدين معاهم، هل في ناس مولوده كده ولا دي حاجه ممكن نشتغل عليها نطورها؟ خلينا اقول لك ان الطفل بيتولد زي الصفحه البيضه بالظبط، لكن التربيه والعوامل الخارجيه والبيئه بتاثر، والثقافه بتاثر جدا فيه. وعشان كده انا دايما بقول ان احنا بنعمل هيلينج لنفسنا واحنا كبار،
احنا واحنا صغيرين كان عندنا ايشوز كتير جدا محطوط علينا واحنا صغيرين. صحيح. احنا واحنا كبار بنبدا ناخد رحله التعافي، فعشان كده احنا ما ينفعش نتعاطف او نعمل امباثي مع حد هو شايف انه اهله عملوا مش عارف زرعوا فيه ايه، ان هو وهو صغير كان عنده نقص في حاجات معينه فطلع خلاص بيحقد على الناس او بيكايد في الناس او لا، ما احنا كلنا مرينا بخبرات طفوليه سيئه. صح. والتربيه ما كانتش احسن حاجه وما كانش في وعي وادراك كبير، لكن لما بنكبر بنبدا نعي لده ونبدا نحسن من نفسنا، احنا اللي بنشتغل على نفسنا عشان ونطور من نفسنا عشان نبقى ناس صح، ناس عايشه الحياه ليها هي مش عايشه للاخرين ولا بتتاثر بالحاجات بتاعه الاخرين. صح. طب هناخد خطوات، احنا داخلين اهو على السنه الجديده، هنعمل ايه بالظبط؟ هنقف وقفه، هنمسك ورقه وقلم بقى، ولا هنعمل ايه بالظبط ونحضر ايه للسنه الجديده؟ بصي انا دايما بقول ان احنا لو كل حاجه حسبناها في حياتنا بسلبيات وايجابيات هتبقى حلوه جدا، حتى لو علاقه لو شغل، دايما اي حاجه في حياتك اي خطوه اي قرار عايز تاخده احسبه بسلبيات وايجابيات. لو انت في علاقه مش مريحاكي او مش عارفه تاخدي قرار فيها احسبي ايه الايجابيات بتاعتها وايه السلبيات بتاعتها، واحيانا بيلاقوا سلبيات وبيكملوا برضه. ايوه دي قصه ثانيه دي. لو احنا بناخد قرار في الشغل برضو احسب ايه الايجابيات بتاعته وايه السلبيات بتاعته، فاحنا طول الوقت هنحافظ على ايجابيات وسلبيات، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم اتخلص من المشاكل والضغوطات والسلبيات اللي كانت السنه اللي فاتت. ما ينفعش ادخل بيها، انا بقى بقول عايز اعمل استعداد نفسي واتهيأ لسنه جديده، ما ينفعش ادخل بيها، ما ينفعش ادخل بيها وانا حاسس بحقد وغل ومكايده وعدائيه تجاه حد. طب بس دي مشاعري اعمل فيها ايه؟ اعمل لها تعافي، اعمل كده كان انا باخد نفس وبسترخي وببدا من جديد، مش عشان حد، عشاني انا. دايما بقول ان الانسان بيشتغل على نفسه بيكون عشان نفسه، ده رقم واحد. رقم اتنين، الشخص الصادق والحقيقي هو اللي بيرتاح، يعني ناس الفيك بيبقوا دول هم اللي تعبانين مش احنا اللي تعبانين. والله يا دكتور انا دايما بقول ان الطاقه السلبيه والحقد والكذب والكره طاقه بتضر صاحبها، يعني انا يعني اكذب ليه؟ طب ما دي طاقه على فكره، ده مجهود انا عشان اكذب على حد واكذب ليه؟ طب افكر احقد في شخص ليه؟ طب ما اركز في نفسي. حقيقي. ما هي الطاقه السلبيه دي بس، الناس دي هي مريضه بده، يعني الناس دي هي فعلا غصب عنها لده، ومش كل حد عنده الوعي الصحي والنفسي ان هو يبقى فاهم مشاكله. خلي بالك احنا اغلب الناس برضو بتتجاهل مشاكلها. عندك حق، عندك حق جدا، والناس فعلا مش بالوعي الكافي والادراك الكافي، بس بقى احنا بنحاول نعمل ده، احنا بنحاول ننشر اللي هو ابدا سنه جديده. مش بقول لك ان انت تردم على اللي فات، لا خد منه نتائج طبعا، اللي فات دايما نتائج اتعلم منها طبعا. طب انت قلتي حاجه مهمه، انه واحنا داخلين على السنه الجديده عايزين نموف اون من القديم. ازاي موف اون؟ مش بس من علاقه عاطفيه سايباها في السنه اللي فاتت، مش بس من صداقه اختيار غلط في صحاب، ازاي موف اون من الحاجات الاصل الوجع النفسي ده مش بزرار، حقيقي بياخد وقت عشان التعافي. ازاي بقى وانا داخله السنه الجديده اموف اون من الحاجات دي بدون ما اضغط على نفسي؟ فاهمه قصدي؟ انت عارفه يا هند ايه اهم حاجه؟ ان انا احضن نفسي في العلاقه اللي انا هموف اون منها دايما، لو حتى قرار في الشغل لازم احضن نفسي وطبطب عليه. احنا عندنا مشكله في التربيه كبيره قوي، ان دايما احنا بنلوم ودايما احنا بنحس بالذنب. خلي بالك ان في بنات بتفضل في علاقات كتير جدا، بنات بتفضل في علاقات بسبب ان هي مستخسره الوقت او المجهود او الحاله اللي هبدا عشان من الاول، وهنقعد بقى السنين دي تاني ولسه هحكي له بحب ايه وبكره لا ايه. وفي كلمه تانية كلهم زي بعض، خلينا بقى نعرفه يعني احسن من اللي ما اعرفوش. او تلقي الذنب على نفسها، ما انا لو كنت عملت كذا كان حبيني، ما انا لو كان شكلي زي فلانه كان مش عارف ايه، ما انا لو كنت خسيت شويه كان كذا. فاحنا لازم نتخلص من الاحساس بالذنب. بصي، في ثالوث قاتل انا دايما بقول عليه، ان الشعور بالقلق او مشاعر القلق اللي انا لسه متكلم عليها في الاول، والشعور بالذنب والشعور بالخزي. في ناس كتير بتحس ان هي شيء من جسمها من شكلها، ده يرتبط بالشعور ان انا قليله طبعا. ما هو ده بيهديني شعور بالدونيه. ولو انا حاسس بالدونيه خلاص بقى هقبل اي حاجه، طبعا السلبيه هتبقى موجوده عندي، الطاقه السلبيه، وطبعا ما هيبقى عندي هشاشه نفسيه، مش هيبقى عندي مناعه ان انا اواجه ناس، وطبعا هتاثر باللي حواليا، وطبعا هيبقى جوايا غيره وحقد من الناس اللي انا بشوفهم ناجحين. فهو الاحساس اللي بيسيطر على الناس او الثالوث اللي بيسيطر على الناس وفعلا بيقتلهم هم الثلاث مشاعر دول. وبرده عشان نوعي الناس، هم ما لهمش يد فيهم قوي، لان هم بيكونوا في شعور الدنيه ده، هو للاسف الشديد بيبقى علشان انا في البيت وسط اخواتي صح جدا، كنت الشويه اللي ما بياخدش حب اكتر، وفي الشغل
كنت هي تراكمات، والبني ادم ما بيبقاش عايز يحس كده. بس بنبدا ندرك ده وبنبدا نتعافى ونتصالح ان احنا مش لازم نبقى مثاليين خالص، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا مش لازم نكون مثاليين، احنا مش لازم نكون الناس الملائكه اللي بترفرف. مفيش ملائكة، مفيش حد. الناس كده اللي بتخش دخلت انا ما بغلطش، انا ملاك دي انا ما بتعاملش معاهم اصلا، لان مفيش ده يا جماعه، احنا ما اتخلقناش كده. ولو مفيش غلطات مفيش نفسية، مفيش شخص حاسس بذاته، مفيش شخص حاسس ان هو اشتغل على نفسه. قريب جدا كان عندي حالة واحنا بنتكلم عجبني كلمة كده قالها قوي، قال لي انا على ما وصلت للي انا فيه ده كنت اشتغلت على نفسي كتير، ومع ذلك انا جاي اخد استشارة عشان اشتغل على نفسي اكتر. فدايما اقول ان الناس اللي بتتردد على العيادات النفسيه والمراكز النفسيه دول مش هم سبب المشكله، هو اصلا عارف ان في مشكله وجاي يعالجها. الناس اللي هي مكابره اللي حاسه ان مفيش مشكله. برافو عليك يا دكتور، دي نقطه مهمه جدا فعلا. اللي عنده انت بتعترفي بالمشكله فبتبتدي تحليها تعالجيها. حواليكي بقى الناس الثانيه اللي بيبقى عندها درجه عاليه جدا من المرض النفسي دي، شايفه ان لا، ان هي زي الفل وان هي ما عندهاش مشاكل حقيقي. وهنا بقى هنا بتبقى المشكله فعلا حقيقي. وخليني اقول لك ان في فرق بسيط كده بين الاضطراب الشخصية والاضطراب النفسي. اللي عنده اضطراب نفسي زي القلق أو الاكتئاب أو السكيز أو الوسواس القهري، الناس اللي عندها اضطرابات نفسية دي هي ناس بتروح تتعالج، أو اللي حواليها بيبقوا حاسين إن في مشكلة. لكن مضطرب الشخصية ده أنت بتلاقيه شخص مش مجنون، وفي نفس الوقت بيعمل حاجات وتصرفات غلط، وفي نفس الوقت بيأذي اللي حواليه، لكنه مش هتقدري تقولي عليه إن هو مريض نفسي. فدايما تشتكي مثلا واحدة إن تقول لي أنا جوزي عاقل جدا وكويس جدا في الشغل وكل الناس بتحبه، بس تصرفاته تصرفاته مش كده خالص، بيأذيني أو بيأذي الأولاد، حتى بيكون بشكل غير مباشر. فهو مضطرب الشخصية ده موجودين على فكرة كتير جدا بسبب التربية والبيئة والثقافة. فإحنا لما نيجي نوعي الناس بنوعيهم عشان خاطرهم، احنا مش بنقول لهم يا جماعة ما تجوش تأذونا، لا، انت نفسك بتأذي نفسك لما تكون شخص فيك، او لما تكون شخص مش شغال على نفسك في ان انت يبقى عندك وعي، يبقى عندك ادراك، يبقى عندك صلابة نفسية. ودي مهمة وانا بأكد عليها دايما، لان الناس اللي عايزة تبتدي، اللي هم شايفين ده في سنة جديدة جاية فابتدي صح ازاي، او اعمل بلان ازاي امشي عليه بعد كده، الناس دي بتبقى محتاجة حد يقول لهم حوط نفسك تجاه السلبيات اللي احنا بنسمعها كل شوية. بالظبط. وحاجات بتأثر علينا زي ما قلت لك، هي احنا يعني مش هتأثر علينا لو احنا وعينا لده. ما هو ده يعني، احنا دايما نشتكي من اللي حوالينا واللي قدامنا، احنا مش هنعرف نغير اللي قدامنا في حاجة، لكن نقدر نغير نحط حدود. طب هنستقبل الكلام اللي قدامنا ازاي؟ هنحمي نفسنا ازاي؟ هيأثر علينا ولا هيأثر ولا مش هيأثر؟ فعشان كده بنشتغل على نفسنا عشان نحمي نفسنا من اللي قدامنا. حقيقة. هي دي النقطة المهمة جدا. صح. للأسف يعني موضوع كمان، حاجة كمان عايز أسألك عليها، ازاي في ناس في مدرستين بتقلك ايه البعد عن الناس غنيمه، وانه خليكي بعيده عن الناس، طول ما انت بعيده عن الناس هتقدري تحافظي على نفسيتك، وحد تاني يقولك لا انزلي واحتكي وخلي ده يأذيكي وخلي ده مش عارفه ايه عشان يبقى عندك الصلابه النفسيه. انت مع انهي مدرسه؟ مع الاحتكاك ولا مع عدم أنا الاحتكاك؟ انا شايفه ان العلم بيقول ان الشخص بطبعه، الانسان بطبعه كائن اجتماعي، اوكي؟ الانسان بطبعه كائن اجتماعي. المفروض يعني اللي يحصل ان التربيه تؤهله انه يكون اجتماعي سوي، ولكن ده ما بيحصلش. فاحنا المفروض نتعامل مع الناس، ولكن نتعامل مع الناس بوعي وادراك كافي. طب لو احنا ما عندناش الوعي والادراك الكافي ده، نستفيد من خبراتنا. يبقى احنا بنربط المقولتين او المدرستين اللي انت قلتيهم ببعض. انا استفيد من خبراتي، ما ينفعش ابدا اقول على تجربه ان هي كانت مغزيه جدا واليمه بالنسبه لي وابقى طالعه منها من غير نتائج. ما هو اوكي، ألمتني وجعتني وتجربه غلط، ولكن طالعه منها بنتائج. حتى لما باجي اتكلم دايما في العلاقات اقول ان الاكس ده على فكره كان مرحله مهمه جدا في حياتك عشان خاطر تعرفي بعد كده الاشخاص اللي شبه الاكس، فما خلاص دول ما ينفعونيش. فانا ما ينفعش كمان ما احترمش بتجيب نفس الشخصيه تاني. يعني انا اعرف حد هو بتكتب كده كان في عيوب كذا كذا كذا، هو ده اللي انا عايزه، واحد في نفس العيوب دي يعني عايزه اقول هي مين. للاسف الناس اللي بتبقى شغاله على نفسها، والكلمه دي على فكره بتعصبني، الناس اللي بتبقى عندها وعي طول الوقت وادراك هي بتعمل ايه، وبتاخد نتائج من العلاقات وبتاخد نتائج من التجارب اللي بتدخل فيها، حتى لما يكون في شغل، ليه بيبقى عندنا دايما سي في للشغل؟ يبقى عندنا كمان سي في للعلاقات، يبقى عندنا كمان سي في للحاجات السلبيه اللي احنا وقعنا فيها. ده مهم قوي. السي في بتاعي ده يقول لي ان النتائج اللي احنا عملناها دي تؤهلني بعد كده
نمشي ازاي، نمشي صح ازاي، ناخد قرارات صح ازاي، يبقى عندنا دعم نفسي لنفسنا. خلي بالك مش طول الوقت نبقى محتاجينه من بره ازاي. صح. لا هو احنا فعلا اهم حاجه احنا فعلا نشتغل على نفسنا. نشتغل على نفسنا. الموضوع اذا بتبصي الموضوع فيه تفاصيل كتير. يعني يمكن انت بتقولي حاجه مهمه، اعاده التجارب المؤلمه دي متلازمه عند ناس كتير. طبعا دي متلازمه، وبيبقى منشاها الاسره. الاسره طب اعمل ايه بقى؟ انا كبرت. انا كبرت اقول ستوب، احب نفسي، اقدرها. ونفس الجمله اللي انا قلتها لك هعيدها تاني، ان انا احضن نفسي. ان انا احضن نفسي ده يعني اعمل علاقه صح مع نفسي. هل انا استاهل كده؟ انا هقول لك على حاجه يا هند. لو انت ليكي واحده صاحبتك مثلا بتحبيها قوي، وغلطتي فيها في مره، واخدتي معاها وعد، قلت لها بصي اوعدك ان انا مش هغلط الغلط ده تاني ابدا، وانت يعني مهتميه بعلاقتك بيها قوي، بتحبيها جدا، هل هتكرري الغلط ده؟ المفروض لا. احنا بقى مع نفسنا بنوعد نفسنا مليون، والله ما انا مكلماه لو اتصل بيا ولا رن عليا مش هرد عليه. الو ايه يا قلبي يا عامل ايه؟ احنا عندنا مشكله ان بناخد وعود. انا الشغل ده ضغط عليا جدا، انا مش هكمل فيه، وخلاص بتبقى راحه وهي مش هتكمل فيه. المدير قال لها انت شكلك حلو قوي النهارده، خلاص انا هكمل فيه. هنعمل ايه الشهر ده؟ فاحنا عندنا مشكله ناخد وعود مع نفسنا وما نعملهاش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بنتاثر بالعوامل الخارجيه عشان خاطر فيها شاشه نفسيه جوه. انا مش حاسس بنفسي، مش حاسس ان انا استاهل كذا. في مره كان في اتنين جايين ينفصلوا عندي، ف جايين ينفصلوا يعني خلاص واخدين قرار الانفصال وجايين يشوفوا ايه ممكن يتعاملوا ازاي مع الولاد. فانا سالتها هو انت ليه مش عايزه تكملي معاه؟ فقالت لي انا حاسه ان هو ما يستاهلنيش. فالجمله دي على فكره دي ست فكرت، وبعد طبعا ما شفت التفاصيل لقيت ان هي صح جدا، بس دي ست فكرت هي تستاهل ايه وما تستاهلش ايه. برافو. احنا عندنا ناس ما بتفكرش بالكلام ده. برافو. طبعا انت لو انت حسيتي بنفسك وقدرتي نفسك كويس جدا. وحاجه كمان، بعتي عن الناس السلبيه. انا كنت اصلا واحنا قالوا لي التوبيك قلت لازم احنا نتكلم عن الناس السلبيه والناس المكتئبه والناس التايهه والناس اللي مش عارفه تاخد اي بلان او تاخد اي ريسك في حياتها او اي خطوه لقدام. ليه احنا نفضل معاهم؟ طب تعالوا نعمل ليه نبقى مسؤولين عن الاشخاص؟ خلي بالكم احنا برضو من التربيه ان احنا دايما بنبقى مسؤولين عن الشخص اللي معانا. ليه ما تشوف انا مش جاي انقذ حد دايما؟ برافو عليك. انا مش جاي انقذ حد، لانه دايما حتى اللي بيغرق انت لازم تنقذي نفسك الاول، تبقي واقفه على رجلك قبل ما تفكري تنقذي حد. مفيش حد فينا بقى واقف على رجله زي ما انت بتقولي بسبب التربيه وسبب حاجات كتير. تعرفي يا هند ان اصلا دي لعبه نفسيه في العلاقات، ورجاله كتير جدا طبعاً بيعملوها. إن عايزك تقفي جنبي بالظبط، او انا الجمله الشهيره طبعا او ماما أو انا مش ماما يا حبيبي جنبي بس ثانيه. مش لازم يقدم لك بقى، عشان احنا بقى عندنا وعي برضو، بقى في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده. مش لازم يقول لك كده، بس ممكن يقول لك ان هو محتاجك جدا. برضو بتيجي بشكل غير مباشر ان هو محتاجك جدا في حياته، عشان انت اللي هتظبطي له حياته كلها. فانت جواكي كده، ما هو لو مفيش ذات وملكيش مساحه خاصه، المساحه اللي الناس لازم يكونوا بعيد عنها، ما تشديش كل الناس ليها. لو ما فيش ذات وما فيش مساحه خاصه، ايه اللي هيحصل؟ انت هتنبسطي جدا، هو ده الكيان بتاعك. ليه يا دكتور؟ لان احنا اتربينا على ان الست لازم تبقى طول عمرها بتضحي. حقيقي. لو انت مش ام مضحيه وتعبانه وطلعانه عينك، تبقى انت مش ست عظيمه ولا ام مثاليه. حقيقي. لازم تبقي متبهدله وكل حاجه علشان تبقي صح. فدي حقيقي التربيه اللي اتربينا عليها، ان الست لازم تضحي ولازم تصبر ولازم. فالراجل دلوقتي اتربى على كده في البيت، فجاي دلوقتي بيدور على مين؟ على ماما تانية. حقيقي. فبنعمل ايه برضو؟ بنكمل نفس مسيرة ماما اللي في البيت. حقيقي جدا. فده وبعد كده بيتضايق لان اصلا مع ماما في البيت، بس فهو عايز بقى الست عايز بقى زوجة او عايز بقى الحب، وعايز اللي بيجيبها من بره. فاحنا الزوجة دي بتيجي بقى من بره، احنا بندخل في دايرة مفرغة مش فاهمينها. لكن بس ازاي ما اضحيش وفي نفس الوقت ما ابقاش انانية؟ لا، في دي ده سؤال مهم وجميل قوي. طب كويس ان احنا نفهمه للناس. في فرق كبير بين الانانية وحد بيحب نفسه، لان انا دايما بسمع في العلاقات ده شخص بيحب نفسه جدا. ايوه، ما هو لازم يحب نفسه الاول. فالانانيه دي ان انا اذيكي. انا اناني يعني احب نفسي لدرجه تاذيكي. لكن لو انا بحب نفسي قوي بقدرها، واحيانا بقول لك اقفل اقطع، انا دلوقتي لو سمحت عايز اقفل، انا عايز اقفل التليفون دلوقتي عشان خاطر انا متضايق. انت مش اناني، انت بتاخد بريك مع نفسك. او انا مش عايز اعمل القرار الفلاني ده عشان خاطر هيضايقني. انت مش اناني. مش معنى ان انا بفكر في نفسي ان انا اناني. الانانيه دي اول ماذي حد، اول ماذي حد انا شخص اناني.
يعني للاسف يا دكتور والله الكلام معاكي ما بيخلصش واكيد لازم تنورينا تاني ان شاء الله. خلصت وقت فقرتنا دلوقتي، ان شاء الله نكمل تبقى سنه سعيده وكلها استقرار نفسي وصحي وسعاده ومهني وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه. خلونا نطلع دلوقتي نروح الفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقره 2 على 1. النهارده معانا واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في كره القدم. مشواره كان مليان بطولات وانجازات، كان دايما واحد من اهم اسباب فرحه جماهير المارد الاحمر على مدار مشواره لحد ما لقبوه بالجناح الطاير. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لكم مره ثانيه. صالح ومحمود صالح بيلعبها لمجدي عبد الغالب العرض وللخطيب، والخطيب بيرقص واحد وفرصه اثنين بيلعبها حلوه لحد ما وحد هجمه كلوزه الجول الرابع للنادي الاهلي. حمدي مراد برجله اليمين جوه الجول على يمين فرجاوي جنب العارضه قنبله علشان يجيب الجول الرابع للنادي الاهلي. يا سلام 4-0. لا شك حمدي مراد يجيب الجول الرابع، لا شك ان الخطيب نزل غير مجرى المباراه. قنبلة الخطيب نزل غير مجرى المباراة تماما حقيقة يعني. أصلح وفي وسط اثنين بيلعبها حلوة لحد مراد وحد هجمه كلوزي كلوزي الجول الرابع للنادي الأهلي. حمدي مراد لعبها طاير أبو زيد ناحية الشمال لزكريا وزكريا ورا حلوة جول جول حمدي مرادي. لسه بقول لحضراتكم ان حمدي ابو راضي عامل ماتش كويس قوي، وعلى طول حمدي ابو راضي بقنبله يشوطها من حوالي 25-28 يارده. زي ما شفنا منورنا ومشرفنا كابتن حمدي ابو راضي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، واللي هنتكلم معاه عن بدايته في النادي الاهلي وحكايات بقى مشواره الكبير في كره القدم. منورنا يا كابتن، ويعني الواحد هو بيشوف الجوين دي يعني قلبه كده ايه عايز اللي هو يا ريتني كنت في الماتش ده. منورنا ومشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد جدا اني موجود معاكم النهارده، وكل عام وانتم بخير وعام سعيد ان شاء الله عليكم وعلى المصريين جميعا يا رب. طبعا اللقطه اللي انتم جبتوها دي يعني في اللحظه رجعتني كتير ورا. ايام جميله طبعا، وايام لعب الكوره طبعا لكل لعيب كوره. الوقت اللي انت بتلعب بيه في دوت دي اسعد ايام حياتك طبعا، فاستمتع ومتع الناس بيها. يعني احنا عايزين بقى زي ما رجعنا لورا كده بالاهداف نرجع لورا بالذكريات وبدايه مشوار حضرتك في الكوره والنادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني عايزك تحكي لنا شويه. هو طبعا زي معظم اللعيبه زمان ابتدينا من الشارع. كلنا كنا بنلعب في الشارع، ده كان بيلعب في الشارع عنده في الحته اللي ساكن فيها، وده هنا وده هنا وده هنا. والصدفه البحته معايا انا يمكن خدمتني شويه او ربنا رايد، بس برضو في سبب ان ربنا كرمني الكرم دوت. يمكن انا ليا اخ اكبر مني بسنتين كان بيلعب في الاسماعيلي، قبل ما يروح الاسماعيلي كان بيلعب في مصنع صقر، كابتن علي زور الله يرحمه طبعا كان موجود. فاخويا ده خدني قال لي تعالى ممكن تلعب معانا يعني في النادي يعني مصنع صقر دوت. فرحت ونزلت اختبار، فيمكن الكابتن علي زور كده الله يرحمه كده حط الكوره في نص الملعب وقال لي شوت الكوره للجول، شوف هتوصلها فين. من نص الملعب. من نص الملعب فشوت الكوره فطلعت ضعيفه يعني ما وصلتش ال 18. اوكي. فقال لاخويا طبعا ده لسه صغير ولسه الكلام دوت، انا كان عندي مثلا بتاع 15 16 سنه مش لسه مش كبير. ف يمكن النقطه دي لما هو قال لسه ضعيف اديتني دافع. انما برضو انا كنت بلعب في الشارع ما بلعبش في حته تانية. الصدفه البحته ان انا كنت بنلعب مره في استاد القاهره، كان في ملاعب فرعيه اللي بره دي كانت مفتوحه للناس يعني. فكنت بلعب مع اصحابي وكده، عم جمعه سرحان الله يرحمه كان اداري في قطاع الناشئين، فشافني فقال لي تعالى. فقلت له حاضر، بكره تجي لي كذا 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 في النادي الاهلي، كان كل الفرق الكوره كانت في الجزيره. فجيت
كابتن انور سلامه كان موجود، عم جمعه قال له اللعيب دوت انا شفته كويس فشوفه. طبعا انا وانا رايح النادي الاهلي طبعا انا ما عنديش لبس، لا شورت ولا فانيلا ولا جزمه كوره. ما عندكش لبس كوره خالص، ما زي يعني ما كان من نادر اي حد بيلعب في الشارع بالظبط كده. فشحت اللبس بتاع اخويا، كان بقى كابتن علي زور بقى جايب لهم اعظم وانظف لبس الماني من المانيا اللي مصنع صار. شحت الطقم بتاع اخويا ورحت بيه، فكان شكلي كويس. فلفت نظر كابتن انور سلامه، قال لك بقى لا ده لعيب كوره بقى ومتشيك وعنده طقم بقى. انطباع يعني، ما هو اي لعيب برضو طبعًا. اللي اهتمام بالشكل بيدي انطباع للاول. انت اول ما تشوفي اول مره حد كده الانطباع الاولاني دوت لا بيديكي فالكابتن انور سلامه شاف ان انا يعني مهندم في لبسي ولابس لبسي كويس فخمس دقايق كده لعبت، قال لي تعالى عم جمعه عايزين خلاص. فجت بقى الـ 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 النقطه الثانيه، انا وقتها كان عندي 17 سنه تقريبا، المفروض العب تحت 17، بس زمان بقى كان ايه مواليد شهر 7 غير شهر 8، ال 10 ايام فرقوا معايا ان انا العب 19 ما العبش 17 سنه. اوكي ف الخطه الالهيه عندك مظبوطه يعني من قبل ما تتولد. فما ما كابتن انور سامح حتى زعل، فالعب لازم العب 19 سنه. كابتن هاني مصطفى كان هو المدرب ال 19 سنه، كانوا مسافرين، كان بياخد دوره يعني بره مصر، فقال لي عم جمعه خلي حمدي موجود. فجه كابتن هاني لما رجع بقى كابتن انور سلامه قال له اللعيب دوت خده في فرقتك جايته من غير ما يشوفني الكابتن هاني. وفعلا ودي دي دي كانت البدايه والانطلاقه بتاعتي. بس انا كنت بلعب بقى 19 سنه وانا عندي 17 سنه عشان فرق ال 10 ايام دوت. ولعبت 19 سنه، وبعد كده 21 سنه بقى كان الكابتن ماهر وجي ودوست بنزين. ودوست. طب كابتن ودوست. كنت فعلا بتلعب من وراء اهلك وفعلا كنت بتمشي من منطقتك من الزاويه لغايه النادي الاهلي؟ هقول لك حاجه، معظم لعيبه الكوره زمان كانوا بيلعبوا في الشارع. انا دايما كنت فعلا اي كوره كان بيلعب من وراء اهله، كان بيلعب من وراء اهله وبيلعب بقى اللي بيلعب حافي واللي بيلعب، ما هو برضه يعني الامور ما كانتش ميسره ان تبقى في كوتشيهات ولا حتى احذيه كوره. كل ده مش متوفر دلوقتي بعد يعني من غير ما اقطع حضرتك، دلوقتي بنودي تمارين وبنجيب كل حاجه ومش عاجب، مش عايزين يتمرنوا كمان. ده انا بشوف اكتر من كده مليون الف مره كمان. ف يعني بس انت كل حاجه بتعمليها طالما بتحبي الحاجه فانت بتجتهدي فيها. يمكن ده الوقت دوت والزمن دوت فرق معانا كلنا، مش فرق معايا بس، فرق مع لعيبه الكوره في مصر كلها طبعا. ان هو كان عنده اصرار وبعدين بيحب الحاجه. انت مش رايح استفاد منها فلوس يعني، اللي كان فيه فلوس بقى هاخدها بقى 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا ما كانش فيه يعني فعلا ده. كنت بتمشي برضه كابتن المسافه دي؟ بس انا كنت بمشي بقى لنقطه تانية يعني ده. بس الكلام دوت لما انا طلعت درجه اولى اتعطل الفريق يعني، انا خلصت بقى ال 21 سنه فالمفروض بقى ايه الدرجه الاولى هتختار اللعيبه اللي هي هتتصعد. تمام. كان الله يرحمه كان الكابتن فؤاد شعبان كان دايما ياخدنا كده، ياخد اللعيبه كم واحد في الماتشات الوديه مع الفريق الاول. كل اسبوع بيعملوا ماتش ودي عشان الناس اللي ما لعبتش. تمام. فكان دايما ياخدني، بس كنت بقعد احتياطي ما بلعبش، ما بيلعبنيش. اوكي. انما برضو محسوبه يعني. طبعا. فخلصنا بقى ال 21 سنه وخدنا الاجازه، وانا كان عندي جات لي اصابه كده في وش رجلي اتخبطت وقعدت في البيت. خلصت، ما انا خلصت الكوره، خلصت الدوري، خلص بقى 21 سنه خلاص. مفيش بقى الدرجه الاولى، مش يعني ايه مش حاططها في دماغي قوي وما بسعاش ليها، وقلت خلاص انا شبعت. انت بتحبها، انت بتتبسط وانت بتلعب كوره. بس اصله قيمه الدرجه الاولى، الدرجه الاولى كان موجود فيها مين وقتها؟ كابتن مصطفى يونس وكابتن اكرامي وكابتن خطيب وكابتن مختار. الناس دي كلها احنا بنقعد نتفرج عليهم وهم كانوا بيتفرجوا علينا. هو الميزه ان الفرقه كلها كانت بتتمرن في ملعب واحد وفي نادي واحد واوض اللبس، ده شايف دوت وده شايف دوت وده شايف ده. فكان حتى ده مسهل الاختيار على مدرب الدرجه الاولى او المدربين، انه شايف الصغيرين كان شايف كل يوم في التمرين وشايف المباريات الماتشات.
فلما انا خدت بقى الاصابه وقعدت وما روحتش كده وكنا واخدين الدوري ال 21 سنه فقعدت فتره طويله ما روحتش النادي خالص. وبعدين بقى ايه لا في تليفون يعني من نادر كان حد عنده تليفون في البيت يعني اللي هو الغني قوي كان ساعتها معاه التليفون اللي هو لا عنده تليفون في البيت اللي في البيت دوت لما فيش حد تاني فمفيش وسيله اتصالات خالص ولا مش عارف يعني قابلت حد وبتاع قال لي ما ليك انت ليك مكافاه بتاعت البطوله بتاعت 21 سنه جريت تاخدها ما جريتش بالبتاع بس انا جيت يعني رحت النادي فرايح جاي النادي بالصدفه وكانت المكافاه ايه كانت خمس شهادات استثمار الشهاده بجنيه دي اول مش مكافاه مش فلوس مش انا لحد دلوقتي يعني عندي أول الشهادات اول حاجه ماديا خدتها من الكوره خمس شهادات استثمار كل واحده بجنيه الشهاده بجنيه بتاعت لحد دلوقتي بتاعه البنك الاهلي لحد دلوقتي عندي انا ما حضرتهاش طبعا شهادات البنك الاهلي دي كان عليها سحب ما زيها زي الشهاده الألفي دلوقتي الشهادات اللي موجوده اللي بيحصل عليها سحب على طول يعني وانا جاي النادي جيت دخلت لعم الجمعه عشان اشوف الفلوس كان رب كان كابتن عماد اليماني قال لك انت صعد قال لي انت فين؟ قلت له في البيت قال لي الكابتن جوهري بيدور عليك بيسالوا عليك ما مش عارفين يعطروا لي بقى ولا كان الكابتن جوهري بقى ماسك المدير الفني والكابتن زيزو يعني الاثنين قمه الاخلاق وقمه أصطير. الهدوء وحاجه جميله يعني قال لي الكابتن جوهري بيدور عليك قلت له الكابتن جوهري بيدور عليا فروحت خارج من المكتب بتاعه ولقيت اللعيبه بقى كان ضياء السيد واسامة عربي ومعظم اللعيبه بتوع 21 سنه دايما رجليهم في النادي كل واحد عايز يعني بيشوف ايه مين اللي هيتقعد في الدرجه الاولى مين اللي هيبقى موجود فانا جيت ودخلت على الكابتن جوهري فبص لي قال لي انت مين؟ قلت له انا حمد ابو راضي قال لي انت فين؟ قلت له في البيت بقى حاجة. قال لي ايه اللي قعدك في البيت طيب؟ قلت له كان رجلي متعوره ويعني مصاب يعني وكانت وارمه شويه وراحت قال لي فقال لي انت معانا موجود حسيت بايه بقى؟ في التمرين حسيت بايه؟ انا ما صدقتش نفسي يعني ما قلت ايه اللي بيحصل ده؟ كان حتى الكابتن زيزو شاف رد الفعل بتاعي ما يعني ما بينتش فرحه قوي مش فرحه وتنطيط كنت مصدوم عمال بفكر يعني وخرجت بقى من عند الكابتن جوهري اللعيبه كلها واقفه بره الكابتن جوهري كان عايزك في ايه؟ قلت لهم ده حصل كذا 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 قالوا لي يا ابن اللذينة يعني انت قاعد في البيت مش في دماغك وتيجي انت اول واحد تصعد للدرجه الاولى رزقك وفعلا صعدت فحتى يمكن انا الوحيد اللي سافرت مع الفرقه فتره اعداد في المانيا بقيت اللعيبه معظمها مثلا اسامه عرابي وضياء السيد كانوا في فتره اختبار يعني لسه ما قرروش فقعدوا في مصر فيقولوا لي انت مش في دماغك انت الوحيد اللي تروح وكده وحتى يعني هناك في المانيا كان في فتره الاعداد كابتن جوهر والكابتن زيزو عملوا مسابقه لضربات جزاء وجابوا كاس كريستال كده من هناك انا كسبتها مش اصغر واحد موجود حتى الكابتن زيزو لحد دلوقتي يقول لي يعني الكابتن زيزو على اتصال بيه على طول يعني يقول لي انت فاكر المسابقه بتاعت المانيا بتاعت ضربه الجزاء دي اقول له قلت له طبعا فاكرها قال لي انت الوحيد ان انت ما كنت بتشوط مش متوتر يعني مركز عندك ثقه ثقيل في الملعب يعني دي البدايه وحتى يعني كملت حتى يمكن في ماتش الجون الثاني اللي جابوه اللي كان موجود كان ماتش الترسانه انا كنت بلعب باك ليفت اوكي في الاول كنت بلعب باك ليفت مش باك رايت الجول دوت الكاميرا جت على الكابتن جوهري والكابتن زيزو بيضحكوا والكابتن احمد ماهر الماتش دوت كان اول ماتش في الدرجه الاولى العبه ما شاء الله الكابتن جوهري يعني من المدربين العظماء ربنا يرحمه يا رب طبعا كان بيشور الجهاز التدريبي اللي معاه بيقول له احنا النهارده مثلا ايه رايكم هنزق حمدي او هنلعب فلان الصغير
فكان الكابتن احمد ماهر كان مدربي في ال 21 سنه، ربنا يرحمه يا رب. يا رب. الكابتن جوهري قال له ايه رايك ان احنا حمدي هيلعب النهارده في في الماتش، والترسانه كانت فرقه تقيله واحمد ناجي واقف، فايه رايك يا احمد يا ماهر؟ قال له لا. الجون ده الجون ده لا ده المرسى التونسي الجون الثاني كان ماتش الترسانه. قال له ايه رايك يا كابتن ماهر؟ حمدي هنبتدي بيه النهارده وبتاع. كابتن زيزو قال له طبعا. احمد بقى قال لا بلاش حمدي، هو خايف عليا، هو بيقول كده خايف عليا. ترسانه فرقه تقيله واول ماتش وبتاع. قال له لا لا بلاش حمدي الاحسن يبوظ، بلاش مش جاهز وبتاع. فكابتن جوهري سمع كلمتين، هو واخد القرار بس هو بيشور يعني. المشوره. لعبت الماتش ولعبت وباك ليفت وجايب الجول، جول يعتبر بعيد وجامد، وتلاقيها شوطه يعني الشوطه اللي الكابتن علي زيور قال ده ضعيف يعني رجليه ضعيفه. بص بيضحكوا، هم بيضحكوا وبيبصوا للكابتن احمد ماهر. لا هو جون وفي المقص لا 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 في المقص حاجه خطيره. ده لو كان في سوشيال ميديا ساعه يا نهار ابيض، ده انت ما كنتش هتمشي، ما كنتش هتعرف تخرج من البيت، كنت هتطلع ترند يعني يا لو كانت ساعتها في سوشيال ميديا كان زمانك ايه. انا اقول لحضرتك حاجه، انا في الماتش ده غير الجول دوت، انا في حاجه كنت عايز اعملها وعملتها، انا ما كنتش عايزه تخش جول. انا كنت من الكورنر الشمال عايز اشوط من عند الكورنر احطها في المقص وتخش الملعب تاني ما تخشش جول. اوكي. وعملتها. وبرضه عملتها في ماتش مقاولين. يعني انا بفهمك ان اللي انت بتتخيليه وبتعمليه وعايزه تعمليه وبتنفذيه في الملعب بيجي زي ما انت عايزه، بس ده طبعا بيجي ايه حته اصرار وتدريب وتوفيق وتوفيق من عند ربنا طبعا وايمان طبعا. اعتقد ان حضرتك كنت مؤمن بنفسك بنسبه كبيره جدا جدا انت هتقدر تعمل ده. طبعا الحمد لله، طبعا من فضل من عند ربنا، ومعظم الحاجات يعني الحاجات الكويسه اللي اتعملت وانا بلعب انا كنت بشوفها بتخيلها من قبل ما اعملها. يعني ممكن اكون شفتها من فتره، حتى لما بعملها بقول انا شفت المنظر ده. التخزين ده مهم قوي فعلا. انا شفت المنظر دوت، يعني ان الحركه دي يعني سبحان الله. بس كون ان انت بتفكري في حاجه وعايزه تعملي فيها حاجه فبتتنفس، انما انا اسيب نفسي لوقت المباراه زي ما تيجي ما هو ما بتلاقيش. صحيح. دايما ما فيش فكر، الفكر متاخر. صح مظبوط. التسبيق فعلا مهم. طبعا. بتشوف مين من اللعيبه اللي مين بيعجبك من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي؟ تحس كده انه لعبه قريب منك، تحس انه بيلعب كوره بحب مش عشان فلوس ولا سوشيال ميديا ولا الحاجات دي، طبعا الحاجات دي مهمه، بس بتشوف مين كده بيلعب بيحب الكوره؟ والله يعني ما فيش حد في يعني في دماغي قوي فيها. بس انا يعني ولا فيش حد عامه؟ لا 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 استحاله ما يكونش في حد. فيه بس طبعاً لا في، بس ممكن ما يكونش باين او ما يكونش في البال يعني. انما يعني انا بحب اللعيب عامه، سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي مكان، الـ 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 المجتهد والمتجدد ملوش نمط. يعني ما فيش حاجه اسمها انا ما اعرفش العب في المكان دوت، انا ظروف الماتش وظروف المدرب ممكن تجبره ان هو يلعب هنا تلعب هنا وتلعب هنا وتلعب هنا. ما فيش حاجه يعني ما طلعش حجج واوهام يعني. هقول لحضرتك حاجه برضو، موقف يمكن موقف سخيف في يوم وجميل في يوم تاني. يعني كان في مباراه في ماتش كنا بنلعب الزمالك، كان في الدوري، وانا في الماتش ده كنت اوحش واحد في الفرقتين، في الفرقه كلها، في الفرقتين مش في الفرقه، لا اوحش واحد في الملعب. اوحش واحد في الملعب. مش اوحش واحد يعني مش مبوظ الدنيا. بس مش هو ده مقارنة. انا كنت يعني انا وغيري كنا بنحاسب نفسنا دايما. انا كنت وحش ليه؟ ايه الاسباب؟ انا طب انا عملت ايه من اول ما صحيت؟ عملت ايه وايه وايه وايه؟ ابتدي ادور على الحاجات السبب اللي اثرت ان انا عملتها جديد واثرت عليا وحش او اثرت عليا كويس. اوكي. فماتش الزمالك دوت كنت وحش قوي ما مش حتى كابتن جوهري ما رضيش يطلعني.
ما رضيش يطلعني من الملعب، او مع ان الاهلي وزمالك مش أوكي. مش ماتش قليل يعني، بس تعادلنا فيه يعني الحمد لله ما اتغلبناش الحمد لله. واسبابه قعدت اسبوع في البيت، احنا كنا دايما الماتشات من الجمعه للجمعه دايما، قعدت لعبنا الجمعه الزمالك، قعدت سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس ما نزلتش من البيت، شباك البيت دوت شباك الاوضه ما اتفتحش، لان انا المكان اللي انا قاعد فيه حوالي اربع مدارس والناس عارفه العربيه تحت، فحمدي فوق. انت يعني مش قادر تواجه حتى جمهور ولا ناس، مش قادر ولا انا مش قادر اواجه اللي في البيت مش في اللي في الشارع، مش قادر يواجه نفسه يعني، هو متضايق من ما رحتش النادي، ما رحتش التمرين، ما عتبتش النادي اسبوع كامل، وبعدين كمان ما فيش تليفون يعني ما احنا صح عايزين نتكلم على موضوع التليفون ده، انت اول واحد دخل التليفون، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع كابتن حمدي ابو راجل. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا ومنورنا نجم النادي الاهلي حمدي ابو راضي. كابتن حمدي، يمكن حضرتك قبل الفاصل كنت بتتكلم عن ماتش الزمالك والاهلي، واللي كنت بتتكلم ان مفيش تليفون، انا بقى الحته دي عايزه اتكلم فيها، انت اول واحد دخلت تليفون للزاويه كلها. تمام، احكي لي عن ده. احكي لي عن موضوع التليفون ده. هو موضوع التليفون ده طبعا كان مهم جدا بالنسبه لي، يعني المواقف اللي حصلت دي ومفيش وسيله اتصال للنادي يتصل بيا فلازم اركب تليفون. ما بتدهش بقى. لازم، بس الموضوع صعب، يقول لك كابلات، يعني الموضوع كبير جدا. ياخد وقت. كبير جدا، وممكن يعني دورك ده سنه وبتاع. فرحت. لا سنه عشان اركب تليفون؟ وممكن سنتين. وممكن ما يجيش خالص يتركب يعني. حياتكم كانت صعبه. صعبه قوي. فاعمل ايه؟ اعمل ايه؟ رحت واخد بعضي ورحت وزاره الشباب والرياضه. الدكتور عبد الاحد جمال الدين الله يرحمه. الله يرحمه. هو راجل فاضل وبلدياتي ومن زفتة، فرحت له على طول، دخلت المكتب ورحب بي راجل غير عادي يعني، ربنا يا رب يرحمه، وقلت له الموضوع كذا 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 وما عنديش تليفون في البيت وكذا، النادي لا بعرف اتصل بالنادي ولا النادي يتصل بيا لو لاي ظرف من الظروف بتاع. قال لي من هنا يا حاضر. بكلم وزير الاتصالات تاني يوم، وصايه شغاله تاني يوم، رحت يعني ركبوا لي تليفون. ودي طبعا قمه الاعجاز موجز. طبعا وايه والوحيد اللي في عنده تليفون في الزاويه، ما فيش حد تاني. ده لو حد عايز يكلم معلش يا كابتن بس عايز اعمل تليفون ثانيه. لا بس احنا كنا في الدور الخامس وكان الناس بتتعب بقى ما تطلعش. كابتن حمزي، عايزك حضرتك تقول لي ايه الفرق، بتشوف ايه الفرق بين جيل حضرتك وجيل اللعيبه دلوقتي، محتاجين ايه؟ هو الفرق في يعني في 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 جميع المجالات، مش في الكوره بس كمان. يعني الجيل زمان والجيل دلوقتي في الشغل وفي الكوره وفي في في اي مجال، الدنيا اختلفت طبعا، التطور والتكنولوجيا والميديا دي مأثره جامد، لان الناس بتخاف من الكلام اللي بيتكتب في الميديا وما بتخافش انه اخوه او ابوه او امه يزعلوا ان هو وحش، بيخافوا من كده، بيخاف ان هو يعني ما بيحاولش يراجع نفسه، يقول طب انا ايه السبب، انا وحش ليه. هي دي، هو ده الفرق، ان انت لما تعملي حاجه تشوفي ايه اللي وصلك ان انت كويسه او وحشه، واحد اتنين تلاته، يبقى خلاص اتجنبه، ما اعملهاش. رتم الحياه سريع. اولا زمان احنا كنا زي اوروبا، الاحتراف دلوقتي ومن زمان في اوروبا اللعيب المحترف بيروح النادي الصبح، هو ده شغله. بيروح النادي يقعد في النادي بيتمرن مرتين وتلاتة وياكل ويشرب في النادي ويمشي اخر النهار ويروح بيته، هو ده شغله. ده شغله. موظف اسمه لعيب كوره. ما هو محترف. احنا كنا بنعمل كده زمان وما كانش فيه احتراف. احنا التمرين موجود، كل اللعيبه موجوده الصبح قاعدين مع بعض بنحكي، فكان في حب. انا ما فيش لحظه او وقت من الاوقات ان في لعيب زعل انه ما لعبش، او في لعيب انه زعل اشمعنى حمدي، او مش معنى فلان، او مش معنى علان. كله المهم ايه،
ان احنا نأدي ونبقى كويسين وبنطلع من التمرين مبسوطين وبنضحك وبنطلع من الماتش مبسوطين وبنضحك. ده ليه؟ محدش بيفكر في نفسه، احنا بنفكر في النادي. وبعدين النقطة التانية بقى الجماهير، الجماهير دي أكبر مشكلة كانت بتواجهنا، مش عملية الناس يعني ما فيش شتيمة ولا في بتاع. احنا كنا يعني لو زعلناهم ما ترضاش تنزل من البيت، انت كأن زعلت أهلك. فرقم واحد الجماهير دي لازم لازم تفرح، فكان في حب غير عادي يعني. وبرضو زمان يمكن استاد التتش دوت في التمرين مليان، ايوه الجماهير كانت مش عارف، واحنا عارفين الناس التمرين. الناس القديمه والاسام قاعدين في النادي من الصبح زي ما احنا موجودين، هم موجودين. مسؤوليه، انت فعلا مسؤوليه الجمهور دي في مسؤوليه. وبعدين مسؤوليه، ما في فرق ان المسؤوليه متعبه ووحشه، وفي مسؤوليه انت حباها وانت عايزاها. يعني لو كابتن حمدي ابو راضي بيقول حاجه للعيبه اللي موجوده دلوقتي ان هم يحبوا اللي هم بيعملوه، يحبوا لعب الكوره، ما يركزوش مع السوشيال ميديا خالص، يركز طبعا مع رجله في الملعب مع زمايله، ان هو لما يقعد دكه. يعني حضرتك كنت بتقول حاجه مهمه قوي، ان انتوا ما كانش بيفرق لكم مين قاعد دكه ومين لعب الماتش ده خالص خالص. لا اللعيبه الجيل ده اللي بيقعد على الدكه بيبوظ طبعا، كل ما الكاميرا تيجي عليه يبوظوا شبرين. انت زمان ما تلعب كل ماتش، زمان ما تسمعيش ان في لعيب زعل مع المدرب او مع الجهاز انه ما لعبش او انه طلع من الملعب، انه اتبدل اتغير. ما فيش الكلام ده خالص. كانت حاجه غريبه، انا مش متخيل في وقت من الاوقات واحد لعيب زميل مبوز او زعلان انه ما لعبش. بيبقى قاعد مستني الوقت بتاعه، اول ما ينزل هو دوت الوقت بتاعه، هو ده يعني الوقت اللي انا مستنيه عشان ادي اللي عندي فيه، مش بالظبط. انما إن انما الـ 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 الموضوع دلوقتي بيبقى فيه غيره، بس غيره وحشه. انا ممكن اغير، لازم اغير. الغيره الايجابيه، الغيره الوحشه دي مؤذيه. اغير ان انا عايز ابقى كويس، ان انا فرقتي تبقى عايزه كويس. انما اغير من زميلي اتمنى له الاصابه. معلش، شغله الشغلانه الرياضه دي او انت تيم اصلا، هو اصلا الشغلانه نفسها قايمه على بالظبط على روح الجماعيه، فلو ده مش موجود عمركم ما هتنجحوا، انت ما بتعملش حاجه فرديه. ما هو ده الفرق. زائد برضو الميديا وال هي السوشيال ميديا زي ما اضافت للرياضيين، زي ما نورت رياضيين في الرياضات الاخرى، هي كمان اثرت بشكل معين على لعيبه الكوره تحديدا، بيتاثروا بيها بشكل كبير. انا عايزه اروح بقى لحاجه تانية في حياه حضرتك، حضرتك زوج واب بعيدا بقى عن الكوره، عايزين نتكلم عن الجزء ده. حضرتك متجوز ما شاء الله، ما شاء الله بقالك كام سنه؟ انا اتجوزت سنه كام يا رب، سنه ما شاء الله 89 ما شاء الله، الله اكبر. يعني كام سنه؟ او 88 لان ابني الكبير مواليد 89 88 يعني تقريبا حاجه و30 سنه ما شاء الله. 2 و2 34 سنه على قد حساباتي، انا حساباتي على قد، وما شاء الله 34 سنه جواز ما شاء الله. مين معانا يا كابتن في الصور دي؟ دي المدام، وده عمرو، وابن حضرتك عمرو الوسطاني. في الاكبر منه محمد، والصغيره بقى خالص الدلوعه، ده عمرو برضو الدلوعه مي بقى. لا كلمنا عن عمرو. عمرو بيلعب ايه؟ عمرو دلوقتي هو بيلعب في هليوبلس، وهو في شركه كوره برضو، شركه بيلعب كوره. وفي شركه، وبيلعب في الشركه يعني شركه اساسي. حتى هو كان في دبي، الصوره دي لسه واخد الكاس البطوله بتاعتهم يعني. وده ابن حضرتك محمد الكبير اللي شبهي دوت، ايوه اللي هو لابس فعلا شبه حضرتك جدا. محمد بيعمل ايه؟ محمد نوتة حضرتك ولا دي خدمته؟ بيشتغل، لا اللي بيشتغل في العقارات، في شركه تطوير عقاري. ودي مي بقى الصغيره لسه متخرجه ولسه اول سنه شغل بقى، وكان عيد ميلادها امبارح ما شاء الله. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. طيب السر او النصيحه اللي تقولها للشباب والبنات 31 سنه جواز، ازاي اقدر اكمل في الجواز وما استسهلش مع اول مشكله طلقني انت طالق؟ بصوا موضوع الجواز ده اولا الحب رقم واحد في طبعا، يعني الحب بي 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 بيزيل كل حاجه، وبيخلي بيبقى فيه يعني تنازل، التنازل الكبير تغاضي. بيتنازل وتتغاضى، ما فيش حاجه يعني يعني مش الوقفه ند لند هي دي السبب.
لازم الراجل عامه، يعني ما بقولش الست، الراجل عامه هو دايما اللي لازم هيجي على نفسه. اصل هيجي على نفسه لايه؟ ده مراته يعني، ما يعني مش 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 حد غريب يعني، هيجي على نفسه عشان عشان ولاده، ده اذا حصل يعني مشاكل مشكله. انما انا الحمد لله يعني ما فيش مشاكل، لان يعني من ستر ربنا وفضل من عند ربنا طبعا. وطبعا الولاد ايه اصحابي، بس اصحاب مصلحه، لما يكون في حاجه يبقوا معايا، في حاجه تانية يبقى مع مامتهم. على حسب الفريق يعني، حسب مين اللي هيوافق، هقول له بابا ولا اقول له ماما. ربنا يخليهم لك يا رب. عايزه اعرف راي حضرتك كابتن حمدي في كولر، شايف عامل ايه، خطواته ماشيه ازاي؟ بصي كولر من المدربين، يمكن قبل كده مع اسلام الشاطر اتكلمت عليه قبل التوقف، فتره التوقف بتاع كاس العالم، مدرب ممتاز جدا جدا جدا، ومدرب هادي جدا جدا جدا، حتى ملامح وشه مريحه، مريحه للاعب اللي في الملعب. صح. يعني اللاعب ده خلي بالك اللي بيبص بيشوف المدرب بتاعه بره عامل ازاي، هو بيتاثر بيها. مظبوط. فهو ملامحه هاديه وملامحه مريحه لنفسيه اللاعب، ثابت. وبعدين هو عنده ميزه برضو، هو بيكتشف المخزون اللعيب، لان في لعيبه مثلا زي كريم فؤاد طبعا، وكريم فؤاد كله كان بيلعب باك رايت باك رايت باك رايت، هو يعني نقى منه الميزه اللي موجوده اوفر عنده كمان، بقى يستخدمها في الـ في الـ في الثلث الاخراني او الثلث الهجومي دوت، وما شاء الله هو ما قصرش معاه يعني، كريم رفع راسه يعني. صح مظبوط. فهو مدرب هادي جدا، ومدرب بيفكر كتير، وبرضه بيحافظ على قوام الفرقه، ان ايه ما بيخليش اللاعب فتره طويله قاعد بعيد عن الملعب يعني. ماتش اللي فات الروتيشن اللي هو بيزعل الناس وبس، بس الروتيشن دوت ما ينفعش كل ماتش بشكل، لان اي تيم تغيري فيه عنصر او اتنين او تلاتة كل ماتش بيبقى في دروب، في مخاطره برضه، في دروب. بس برضه يا كابتن يعني احنا يعني اعتقد هي دي الماتشات اللي يقدر يعمل فيها روتيشن. هيعمل امتى؟ يعمل في كاس العالم للانديه ولا في نص الدوري؟ يعني محتاج يفهم هو لسه برضو. بيعرف اللعيبه. بصي هقول لك اي فريق في العالم في الدنيا لو اتفرجت على اي نادي اوروبي، فرقه اوروبيه، وكان زمان ده موجود في مصر، ان ال11 هم ال11 هم ال11 الروتيشن دوت على حسب، بس كمان ايه ثقافة اللعيب، ان انا ما اقعدش على الدكة مبوظ، قاعد مبوظ وما بفكرش، فلما بيجي يستعين بيها المدرب، ما انا ببقى انزل بدل ما ابقى اضافة ببقى اعلى على فرقتي. ليه؟ لان قاعد مبوظ، قاعد مش ما بفكرش، مش حاضر. قاعد بفكر في سلبيات تانية خالص. اي ال11 لازم ثبات التشكيل من روعة الاداء، او من اللي بي النتائج بتبقى مرضيه للنادي وللجماهير بتاعه. ثبات التشكيل، التشكيل دوت بيحصل فيه تغيير واحد او اتنين، ده هو دوت اللي انا اتربيت عليه وشفته والعالم ماشي بيه. التغيير دوت لما يكون يا وقف يا اصابه، لعيب موقوف او اصابه، هي دي بس. سيبك يعني ما يتغيرش كل ماتش. لا لا ما غيرش كل ماتش، انه ما غيرش كل دي مشكله ماتش. كبيره تغيير كل ماتش دوت عنصرين ثلاثه. لا ده موضوع نظرا كمان، لان في نقطه كمان، الثقافه قليله. ثقافه اللعيبه برضو مش ثقافه قرايه وكتابه، لا الثقافه التعامل مع الموقف، ازاي اتعامل مع الموقف. موقف مشعل النار، اخش انا اشعلل ولا اخش اهدي؟ صح. هو هي دي مشكله يعني، كلمه الثقافه المشكله. مستر كولر هو عمل التغيير ده ليه؟ يعني عمل اكتر من 3-4 تغييرات مثلا في بدا فتره التوقف دي، هي دي اللي اديته الفرصه ان هو يعمل كده، لان فتره طويله، ودي طبعا اثرت على معظم الانديه، حتى يمكن اللي اتاثر بيها قوي نادي الاتحاد السكندري، اتاثر بفتره التوقف. ايوه، نتائجه كان بادئ نتائجه كانت شيء، ودلوقتي نتائجه شيء تاني، مش بس نتائج اداء كمان يعني. لا نتائج اداء ومجهود وتركيز وكل حاجه. كانت فرصه لاسوان، يعني اسوان استفاد من فتره التوقف،
ان في الفتره دي برضو حسن، ابتدى يحسن نتائجه لما حسن التشكيل بتاعه والاستعداد بتاعه اللعيبه، وعمل شكل وعمل شكل استفاد منها. النادي الاهلي ونادي الزمالك وجميع، حتى الاداء فاتر يعني، اهلي وزمالك وفاركو، انا بتفرج على الماتشات طالعين من كاس العالم، بس انا ما بقارنش ابدا كاس العالم، احنا كاس عالم مش بالانديه، حتى لو دوري سعودي او دوري بتاع، ما فيش مقارنه بين كاس عالم وكاس وكره بطوله مجمعه يعني حاجه تانية خالص. بس بقى كلاعب كوره مفروض استفاد، يعني انا بتفرج على كاس عالم وبتمرن، لازم اطلع منها باستفادات بنقط كتير، انما مش زي ما اتفرجت زي ما طلعت منها وبعدين انزل الملعب ما بقاش صح مزبوط. احنا دلوقتي هنروح نلعب مع حضرتك لعبه الحريفه، هنعرض شويه صور وهتعلق لنا على كل صوره. يلا نبتدي اول حد صورة. منهم قول لنا حاجه عمرك ما هتنساها مثلا مع بيبو. الكابتن خطيب طبعا اسطوره يعني، اسطوره من 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 حظي الجميل او الحظ الكويس ان انا لعبت مع الكابتن الخطيب طبعا. لعبت معاه يعتبر وانا صغير، وفضلت موجود معاه لحد 87 في ماتش الاعتزال بتاعه، كان نهائي افريقيا 87 وانا كنت بلعب في المباراه دي. كابتن خطيب كان بيفيدنا كتير جدا جدا، الجماهير كلها عارفاه سواء في مصر او في افريقيا، فوجوده في الملعب كان بيخلي اللعيبه يبقى بياخد نظرهم، فاحنا بنقدر يعني نمرح شويه في الملعب، نقدر نبقى موجودين في الملعب ونقدر نعمل حاجه. كابتن خطيب طبعا يعني كلام كتير يتقال عليه، انما برضه نلخصه في كلمه اسطوره. كابتن خطيب اسطوره طبعا، وانا كنت بستمتع طبعا، ويمكن الجون الباص اللي باصهولي في ماتش المرسى التونسي كان هو يبتدي التهديف وانا بنهي التهديف يعني. صح مظبوط. يعني والله خلصت حلقتنا كابتن، مشكورك جدا ونورتنا كابتن حمدي ابو راضي، وان شاء الله يعني تشوف كل اللي نتمناه ونشوف الاهلي في احسن حال ان شاء الله، وسنه جديده سعيده عليك يا رب ان شاء الله. للاسف مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات تانية كتير، وبكره حلقه جديده بمواضيع جديده. باي باي.